كل شي يتعوض. طلعت الفريج شفت الجدران والنوافذ والبيبان في وسط محرق، راحوا أهلها ما بقى أحد. تألمت لكن قلت كل شي يتعوض، الجدران ممكن نردها ولكن الأرواح اللي خلف الجدران والفرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أعزائي رواد المجلس ضيوفنا الكرام محاضرنا الكريم الأستاذ الفنان إسحاق أحمد الكوهجي، أرحب بكم في مجلسكم الأسبوعي شاكرا لكم حضوركم المميز. ويسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف الفنان إسحاق أحمد الكوهجي لتقديم محاضرة حول مسيرته الفنية منذ البداية وحتى الوقت اللوحات هذه اللي تشوفونها شلون تسويها؟ شنو قصتك وياها؟ متى ابتديت؟ متى ذي؟ طبعا انا اعرفكم بنفسي اسحاق الكوهجي، معاكم فنان تشكيلي، يعني اسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقني. طبعا قصتي ويا الفن من الطفوله يوم الايام الله يبارك فيكم، يعني كنت ارسم واشخبط على اللطوه في حالي حال اي طفل في طفولتي. انت شخابيط فيقعد يشخبط لي، ولما انتبهت عقب سنين وكان بيتنا في حاله بماهر في ظهر نادي الجزيره اللي قبل يصير نادي الحاله، ونادي الجزيره نادي ثقافي، كان جعفر حبيب هو من الأعضاء القديمين في هذا النادي العريق وأيام الجميلة. فمريت في يوم من الأيام على البيت، كان شوي هني ريال يعني شاب كذي، شفت بيت أبوي هناك، خلني أروح أشوفه. أحسن الواحد يحن يبي يشوف بيت أبوه، يبي يشوف ذكرياته، يبي يشوف الأحجار اللي كان يأكل فيها، يبي يشوف الحوش والسطح. فكان بيتنا مهجوم نصه. فلما دخل تفاجأت وانا في هالحوش برسمة من رسماتي اللي انا راسم رسمة بسيطة مربع كذي ودائرة. تذكرت قعدت ابكي في الطوفة. اي نعم، فتعلقت في الرسم اكثر واكثر، عرفت ان عندي انا قصة ويا الرسم. ومرت الايام، في يوم الايام كنت رايح يوم المفتوح حق اخواني، شوف انا اكبر من اخواني تقريبا 13 سنة، لأن من عقبنا كانوا في وفيات من إخواني، فاليوم الصغار. فرحت يوم المفتوح، دخلت المرسم، أتذكر في مرسم ابتدائية خلني أشوف المرسم، لقيت يا جماعة أعمال كثيرة أنا كنت مسويها وأنا طفل في المرحلة الابتدائية. أي مدرسة كانت؟ مدرسة عمر بن عبد العزيز اللي يسمونها مدرسة الدوي. فقعدت اطالع ووقفت عند اللوحات المطوفه برسمات طفوليه، ولكن وقفت حسيت بشيء غريب. انا قاعد اطالع اقول كان ذي انسان قدامي، هذه مو بلوحه، هذه في شيء. اقول حق الاستاذ الله يرحمه، استاذ هذا الرسم رسمه من؟ يقول لي اسحاق هذه رسمتك انت وانت صغير. فقمت أتذكر أشوف التاريخ مكتوب، يعني سبحان الله الواحد يتأثر بالرسم، فحبيت تعلق بالرسم. لكن لما انكبرت واشتغلت وانتهيت شوي عن الرسم رديت مرة ثانية، لكن رديت بقناعة معينة. كلنا نقول الأول اللي فات ما يرجع، صح ولا لا؟ صح. قناعتنا كلنا دائما الاول القديم دي ما بيرجع، اللي فات مات. انا والله انا يا جماعه الخير حبي حق ديرتي اقول ديرتي بترجع، ليش قلبي مو راضي يختنق
إن الأول دي ما بيرجع. أنا أقول لازم يرجع. إحنا نقول شلون يرجع؟ نرجع الله يبارك فيك مثل ما كان أخونا أبو عبد الله بزبون كان موجود هني. نعم. عبد العزيز كان يقول إحنا البحرينيين عندنا لحمة في رابيننا، عندنا علاقة قوية، عندنا للحين قلوبنا مع بعضنا بعض، للحين نحب بعضنا بعض، وللحين متراحمين وما بنتنازل عن بعض، ما في شيء بيغيرنا. أقول فعلاً البيوت القديمة ترى يا جماعة الخير نقدر نرجعها، نقدر نعيش مثل البيوت القديمة والفرجان القديمة، نقدر نرجعها. بس هذه هينة نلاقي مادة وماتيريال تقدر توفرها، توفر الجدار والطين والبيت والدريشة والأثاث، وتخلي كل شيء مثل قبل وتعيش عيش الأولية يعني. لكن شنو المطلوب؟ مطلوب إن نعيش الأرواح القبلية، الحب اللي نحن كنا مع بعضنا بعض، علاقتنا مع بعضنا بعض. أنا لين دشيت البيت القديم في فريج الشيوخ أبي أنظر أشوف الحرمة الأم اللي كانت هنا موجودة، أبي أشوف دشة الأبو اللي دش، أبي أشوف لعب العيال، أبي أشوف البنات شو مستحيات من وراء البيت، أبي أشوف الحياة دي السدرة الموجودة. أقول على شو سوي؟ شو أقدر عليه؟ أنا بروحي بيني وبين نفسي. أقول دم النار ابتدي أغسل. فانتقلت إلى هذا اللوحات اللي تشوفونه في الشاشة هي نعم هي نعم. فبديت أرسل، فخدت عهد على نفسي إن أرسل مشروع قدر المستطاع أي شيء يخص البحرين، جاعوس، سيف، حوش، خريج، ليوان، دهريز، الباب، البادقير، الليوان، الروشنة، الحياة، الشيبة، الترمبة، القطرة، الثوب، الشعمزة، الوزار، البخنة، كل شيء أحاول أنا أرسمه من خلال هذه اللوحات. استوحي من التراب. نعم. نعم. فبديت أرسم أقول هذي عهد البحرين تستاهل، فأنا واحد من عيالها. هذه أغلى شيء أقدم حق البحرين. توثيق على أساس إن إحنا ترى اليوم في مجال سريع، تغير سريع عظيم قاعد يتغير. اليوم السوشيال ميديا ما خلى أحد. اليوم عندنا مشاهير ولكن للأسف شديد مو المشهور الرسام والشاعر والأديب، عندنا المشهور من المشهور للأسف شديد التفاهات اللي تطبخ اشتهرت وتلقى الفلاورز عندها والمتابعين بالملايين، اللي يتمسخر يعني الله يحفظكم تلقى هذه مشهور وعنده متابعين، ولكن عندنا مثقفين وعندنا كبار ناس يقعدين يثرون في هذا البلد للأسف شديد. حتى احنا ما نصلح حتى القبلة، لا ما عندنا شيخ دين، عندنا دكتور يحضر المحاضرة او المادة دي على مليار شهور يحضرها ويقدمها لنا، وفي الأخير تلقى المتابعين لا هواش كثر من هذا العدد، تلقى عدد جدا ضئيل جدا جدا، وبالمقابل تلقى يا رباني حياكم الله. السلام عليكم محمد، الله يبارك فيك، يتحرك الله يبارك فيك إن شاء الله. الكل يسأل يقول شخبار المحرم، صوت هذا السؤال وايد سمعناه، لكن واحد فاجأني قال لي شخبار المحرم أنا حاطيه كل شيء تغير فيه. قلت له خير؟ قال لي اسمع الكلام. شلون؟ قل لي شلون؟ محرك بتنسون. شلون؟ قل لي شلون؟ محرك بتنسون. وهي ربتكم وسط عيون تذكرون تنكرون الحوش وكنا ناكل في معونه، تنكرون الحوش
كنا ناكل في معونها. شوف حالها، شوف حال اليوم، شوف شلونها. هذه المحبة والله أحبها موت، وأنا لها مثل غيس ومجنون ومجنون. والله أحب المحرق أحبها موت، وأنا لها مثل غيس ومجنونها. وهذا الطريق فيه ذكريات، هذا الطريق فيه ذكريات، يعني يسخى قلبك تضيعونها. وذيك السدرة تذكرونها، حسافة اليوم، حسافة اليوم يقطعونها. أرجوك أرجوك سلم لي على أهل الفريج، أرجوك سلم لي على أهل الفريج، أخاف أتأخر ويدفنونها. أرجوك سلم لي على أهل الفريج، أخاف أتأخر ويدفنونها. ولا أخونها، حلفت ما أنساها ولا أخونها. وهي قصة عشق تعرفونها. سلم لي على أهل الفريج، أخاف أتأخر ودفنونها. لو تبدل، والله لو تبدل الأماكن والذكريات، والله أشم عطر المحرق وأعرف لون. لو تبدل الأماكن والذكريات، والله أشم عطر المحرق وأعرف لونها. هذه قصة عشق وقانونها. هناك هناك أجمل، هناك أجمل البشر. أنا في جيلي، أنا كان من أبوي رحمة الله عليه، أنا أرسم، يقول لي بقى أنت حين تعليك واجب عليك حب عليك. إيش لك أنت ترسم؟ ترى الرسامين ما لهم قيمة عندنا في الأيام. فأنا أقول لكم اليوم، إذا شفت ولدك بدي شخبط بدي يرسم، احتويه، اشتري له الألوان، عطى الوقت، ترى موهوب ذي الولد، وحاول انه يرسم. ترى انا بديت بدائرة مربعة وشعرتين فوق راسي، يعني هذه بس لما من احتواني احتواني، يعني الواحد يذكر يعني فضل العالمين أستاذ يوسف الساعاتي الله يطولني في عمره، احتواني يعني تخيل من طفولتنا كان عندنا حتى الفترة المسائية ياخذني في مدرسة الدوي نحضر مخصوص بس انتم رسامين تعالوا رسمه. زين احنا ما عندنا امكانيه، الماتيريال مو متوفر، اوراق الالوان ما كنا نشوف الالوان، الوان الشمع تو طالع قدام عيننا، تونا مكتشفين في الوان اسمها الوان شمع المائيه والامور. كان والله انه كان ياخذني على الامكانيات القديمه والامكانيات البسيطه بوزاره التربيه والتعليم ذيك السنين، كان والله ياخذني عند الكبت ويفتح يقول لي وائل اليوم شنو تبي ترسم؟ شنو الماده اللي تستخدمها؟ تبي الالوان؟ وكل الالوان نيم عليها من جمالها بالريحه الالوان. فكان يحتويني وخلينا نرسم. فمن ذيك الايام غرس فيني هذا المدرس، احتواني مكان ابوي. فالمدرس واجب علينا يعلم، والوالد واجب علينا يحتوي عياله، يشوف شنو مواهبهم. قعدوا عيالكم، لا تخلون تقعد كل يوم تنصحه، يوم تنصحه، وانت تقول ان انا ميت عليه حبه، اقول لك لا يوه. ترى انت تبي تنصحه، نصحه بطريقه ثانيه. سمعه، خلي يقول لك وين يروح، وين يجي، شنو يحب، شنو هوايته، شنو ذي. حاول تنمي ذي المشاعر فيه، تقويه، ترى ويستاهل منك هذا الشيء. انت بتصير اب، باكر بتكبر والله ما حد يوديك دار المسنين، لان مثل ما كنت تسمعهم بيسمعونك ولا بيتخافون عنك. فواجب علينا ان نكون قريبين من عيالنا، ننمي فيهم المواهب. احنا في مملكه البحرين لله الحمد فنانين كثيرين، يعني شوفوا جعفر حبيب فنان، نعم، اخوي الملا فنان، خطاط على ممثل، على مواهب متعدده.
وكانت في أجيالنا يمكن تذكرون ترى كان الشخص الطالب عنده مواهب كثيرة لأن المعلمين كانوا فعلا يعلموننا فعلا الكل يحتويك المدرس يحتويك وتحترمه وتقدره يعني ما كان موضوع انه فقط انه يطقونا والله يدرون ويعلموننا جزاهم الله خير يعني الله يرحم منهم من راح والله يطول لنا في عمر الموجود يعني فلذلك ذيك الحزة الأجيال هي كانت تأخذ يعني أخونا الشاعر الكبير من أي جيل من دين جيل اللي كانوا يحتوونه عنده والدته شاعرة من أكثر شاعرات مملكة البحرين من أوائل الشاعرات غنية عن التعريف عنده ديوان نفخر فيه في مملكة البحرين لكن ذي الجيل كانوا معلمين ذيك الحزة يعلمون اليوم التعليم للأسف شديد صار هابط عندنا تكديس بل لا تقرأ مثلا في مادة العلوم كتاب واحد انت اليوم تقرأ مجموعة كتب علشان فصل واحد يدرسها الطالبين المسكينين الام والابو في توتر شلون يربون شلون يعلمون شلون دي امتحانات صار امتحانات الام والابو هو بالامتحانات للأسف شديد نتألم من هذا الشيء بالرغم ان احنا نقدر ننمي